صحيح بمه صحيح بمه طيب عليش يصبر طيب يحمي هذا نائب هذا طيح لي فمه على بلد كنا في خاصة تقول هذاك النائب هذا طيح لي فمه على بلد زاكي زاكي خلي غندي قال لي انتوما سبب الأزمة في البلاد قال انتوما درتوا الأزمة في البلاد شنو من الفاضية هذه والله نقعروا والله حيوان نائب يعتدي على صحفي طيح لي بمه على بلد طيح لي بمه على حسن قال لي شافني داير الديرك قال لي انتم اللي خمشتوا على هذا يثبت للاسف الشديد للاسف الشديد اخطابك اخطابك